بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد فأهلا ومرحبا بكم. توقفنا في اللقاء الماضي عند الإعراب التقديري، وقلنا أن الإعراب، عرفنا الإعراب فقلنا أن الإعراب هو تغير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وتوقفنا عند لفظا أو تقديرا، تمام؟ وبناء عليه قلنا أن الإعراب ينقسم إلى قسمين: إعراب لفظي وإعراب تقديري. جيد، إعراب لفظي وإعراب تقديري. أما الإعراب اللفظي فهو ما ظهرت فيه الحركة نطقا وكتابة، هو إيه؟ لفظي، اسمه لفظي، يعني نحن نتلفظ بالحركة. فنقول هنا مثلا جاء محمد، نطقت هنا الضم، نطقت الحرف وكتبتها، إذا هذا إعراب إيه؟ إعراب لفظي. فمحمد هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يبقى ده إعراب إيه؟ إعراب لفظي، لأننا نطقنا بالحركة. الحمد لله رب العالمين. الكلمات الأربع، جيد، أو الأسماء الأربع الموجودة هي معربة إعرابا لفظيا. ليه؟ عندنا مثلا في كلمة الحمد الحركة حركة الضمة ظاهرة، لله حركة الكسرة ظاهرة، ربي الكسرة ظاهرة، العالمين الياء هنا وهي علامة الإعراب هنا أيضا ظاهرة، فالإعراب ماذا؟ إعراب لفظي. أما الإعراب التقديري يا كرام فهو ما قدرت فيه الحركة. يعني إيه قدرت؟ يعني الحركة موجودة ولكنها مقدرة، غير ظاهرة، غير ظاهرة نطقا ولا كتابة. كان أقول مثلا جاء مصطفى، جاء مصطفى، تمام؟ طيب، كلمة مصطفى هذه كلمة معربة، تمام؟ طيب، أين الحركة؟ الفاء عليها فتحة والألف هذه عليها سكون لأنه حرف ساكن، تمام؟ فأين الحركة؟ كان ينبغي أن يكون ضمة، كما قلنا جاء محمد، هنا أيضا كان ينبغي أن نضع ضمة، ولكن الضمة لم توضع هنا لسبب ما، فهذا نسميه إعراب ماذا؟ إعراب تقديري. ففي إعراب كلمة مصطفى سنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الإيه؟ الضمة الظاهرة أم المقدرة؟ في كلمة مصطفى سنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة أم الظاهرة؟ المقدر، أحسنت، المقدر. طيب ليه مقدرة؟ إحنا كنا بدأنا في دراسة أسباب تقدير الحركات وسنراجع عليه الآن بإذن الله تعالى، لأنه ينبغي أن تكون يعني أسباب التقدير تكون كلها في محاضرة واحدة حتى تفهم جميعا. ممتاز جدا، ممتاز جدا. إذا عرفنا أن الإعراب التقديري هو عدم استطاعة كتابة أو النطق بالحركة. في المرة الماضية قلنا أسباب الإعراب التقديري، أسباب الإعراب التقديري، أسباب الإيه؟ أسباب الإعراب التقديري. عندنا ثلاثة أسباب للإعراب التقديري يا كرام، تمام؟ السبب الأول وهو نسميه التعذر، نسميه ماذا؟ التعذر. السبب الثاني وهو يسمى الثقل. السبب الثالث يسمى المناسبة، المناسبة. طيب، التعذر يرحمكم الله هو عدم القدرة على النطق بالحركة، أو عدم استطاعة النطق بالحركة، يعني لا سبيل إلى النطق بالحركة بتاتا. خلونا نأخذ كده أمثلة. في التعذر لا يمكن إيه؟ لا يمكن النطق بالحركة. أما في الثقل يمكن النطق بالحركة ولكنها ستكون ثقيلة، فمن حفظ الله للغة القرآن، لأن القرآن محفوظ، ومن حفظ القرآن أن تحفظ اللغة،
وأن تيسر اللغة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكذلك هنا اللغة يسرت وسهلت، فإذا كان هناك جانب ثقيل أو صعب نذهب أو نتركه ونذهب إلى الإيه؟ إلى الأيسر والأسهل. طيب الإعراب التعذر زي إيه؟ عندما نقول مثلا جاءت ليلى، ليلى دي فاعل وكان حقها أن تكون إيه؟ مرفوعة. طبعا الوظائف النحوية اللي هو فاعل ومبتدأ وخبر ومفعول به كل ده لم ندرسه بعد، احنا لسه يعتبر في مقدمات النحو. فلما تجدني عندما تجدوني أعرب كلمة أقول فاعل ومبتدأ وأنت مش فاهم فلا تحزن أبدا، المهم إنك تكون فاهم اللي أنا بشرحه. خلاص؟ فعندما أقول جاءت ليلى، هل يمكننا أن نأتي بضمة أو بضمتين على كلمة ليلى هنا؟ هل من الممكن أن نأتي على كلمة اللي هو طبعا الألف الحرف الأخير، هل يمكننا أن نأتي بضمة؟ لا يمكن. فهذا يسمى إيه؟ تعذر. هذا يسمى تعذر. خلونا كده نشوف إيه؟ جاءت ليلى ما فيش فرصة أو ما فيش يعني إمكانية إن أنا آتي بحركة، ولذلك هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى تعذر. هذا يسمى تعذر. تمام؟ طيب أما الثقل فعندما أقول مثلا جاء القاضي. طيب جربوا كده الجميع كده، جربوا أن تأتوا بضمة على الياء. طبعا الكل دلوقتي بيضم شفتيه، أنا شايفكم كلكم. القاضي يو تمام؟ أتيت بها، ولكن ثقيلة ولا سهلة؟ هل هي ثقيلة أم سهلة؟ طبعا ثقيلة، هي ممكن الإتيان بها. تمام؟ يمكن الإتيان، ولكن تخيل كده إنك طلعت من كسرة إلى ضم، يعني فاهمين؟ كأنك طلعت كده من حفرة عميقة إلى مكان مرتفع مثلا أو شيء كهذا. ففيه ثقل على اللسان والنطق، فلذلك نقولها هكذا جاء القاضي بدون ضمة وبدون حركة. طب فين الحركة؟ الحركة ماذا؟ مقدرة. احنا بس بنشرح يعني ايه تعذر ويعني ايه ثقة، فاهمين يا شباب؟ هناخد بقى المواضع والاسباب الان. طيب اما المناسبة فهو فاكرين طبعا، يعني خلاص احنا بقى هنشرح بشكل عملي. المرة الماضية كان عندي ظروف، ويعني كان بسبب وفاة طفل صغير ومن اولاد جارينا، نسأل الله عز وجل ان يرحمه وان يرزق اهله الصبر والسلوان، اللهم امين. فكان هناك ظرف ومناسبة منعتنا من حضور المحاضرة، يبقى لماذا ألغيت المحاضرة الماضية؟ بسبب وجود مناسبة. تمام؟ فكذلك هنا ما يمنع الحركة من الظهور هو وجود مناسبة في الكلام. طب المناسبة هنا عبارة عن إيه؟ فرح مثلا، كلمة راحت تتزوج مثلا؟ لا، عندما نقول هذا كتاب، هل في مشكلة إن أنا أنطق الضم هنا على حرف الباء؟ هل في ثقل؟ هل في تعذر أو أي شيء أن نأتي بضمة على حرف الباء؟ مفيش، الدنيا زي الفل، لا في تعذر ولا في ثقل. طيب خلونا نقولها هكذا، هذا كتابي، والشاطر فيكم يأتيني بضمة على حرف الباء وأعطيه نقودا، يعني نقودا بقى ما تعرفش كام يعني. تمام؟ طيب أو ممكن كيلو بصل هيكون أفضل من النقود. طيب يا شباب، هل ممكن هنا أن أنطق ضمة وأقول هذا كتابوي؟ يعني الباء أصلاً حرف معه كسر، وبعده حرف الياء. تمام؟ وكان الأصل أن يكون هنا ضمة. طب نعمل إيه؟ لا يمكن الإتيان بالضمة بدلاً من الكسرة وندخل بها على الياء. فماذا سنفعل؟ سنقول هذا كتابي. طب فين الضمة اللي هي كانت موجودة هنا؟ أصبحت إيه؟ مقدرة بسبب المناسبة، لأنه كلمة كتابي دخل عليها حرف الياء فقدرت الحركة. يبقى دي المناسبة، إنه تأتي الياء تدخل على الكلمة فتمنع ظهور الإيه؟ الحركة، سواء كانت فتحة أم ضمة أم كسر. واضح لحد الآن معنى التعذر والثقل والمناسبة ولا مش واضح؟ واضح ولا مش؟
واضح يا شباب؟ هناخد بقى الحركات المقدمة. أيوة، الكسرة طبعا مقدرة، لأن الكسرة اللي هنا مش كسرة الإعراب، وإنما هي كسرة خاصة بالياء. أسأل الله أن لا يكتب علينا كسرة أبدا في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم آمين. تمام؟ طيب، الفرق بين التعذر والثقة. حاضر يا أستاذة أميرة. التعذر يا أستاذة أميرة هو الاستحالة، أما الثقل هو الإمكانية مع وجود ثقل في الكلام. مع وجود إيه؟ ثقل في الكلام. كأن أقول لك مثلا يا أستاذة أميرة، هذه الحقيبة وزنها 500 كيلو، تمام؟ وأريد منك حملها. لو حملت هذه الحقيبة التي تزن 500 كيلو، سأعطي لك هذا المبلغ. يعني حط صفر زي ما انت عايزه. هل يمكنك ان تحملي الحقيبه التي تزن 500 كيلو؟ ممكن ولا لا؟ لا. يبقى ده اسمه ايه؟ تعذر. لا يمكن. طب لو قلت لك هذه الحقيبه فيها 50 كيلو بس، وحضرتك شيليها، تمام؟ ممكن تشيليها، صح؟ ممكن، يعني لو احنا يعني اعتمدنا كده واتينا بشيء من القوة ممكن، ولكن ايه؟ ثقيلة. يبقى انا شلتها بس ثقيلة عليا، لا مش هحملها، فهي ثقيلة. يبقى نلجأ الى اليسر واقول لحضرتك ايه؟ شيلي الحقيبة فيها 5 كيلو، يعني ايه؟ من باب التيسير. تمام؟ واضح؟ كسرة الباء فين؟ لا، هذه حركة مناسبة لحرف الياء. حركة مناسبة لحرف الياء. تمام؟ لأنه من تعريف حروف المد أن تسبق بحركة من مثلها. أن تسبق بإيه؟ فالألف تسبق بفتحة، وواو المد تسبق بضمة، وياء المد تسبق بإيه؟ بكسرة. فهذه ياء المد سبقت بكسرة من إيه؟ من جنسه. أو بحركة من جنسه. واضح يا أستاذة أميرة الفرق بين الثقل والتعذر؟ معلش بقى شيلنا حضرتك شوية يعني. نعم، حركة مجانسة. واضح يا أستاذة أميرة؟ ننتقل لما بعد ذلك. واضح ولا؟ التطبيق سيختلف إزاي؟ لا مش سيختلف، ما أنت حضرتك احنا هنعرف بقى المواضع، يعني حضرتك بقى من الموضوع مش هنسيبهولك تعرفي انت بنفسك ذوقيا فين التعذر وفين الثقه. لا، في مواضع معروفه هندرسها، يعني الموضوع مش متروك كده للذوق. لا، ليس متروكا للذوق، ولكن احنا هندرس المواضع فنعرف فين التعذر ونعرف فين الثقل ونتبع ذلك. خلاص؟ فيعني ايه؟ تمام. وخدنا ده المره اللي فاتت. طيب، فيعني احنا للاسف بنراجع اللي احنا خدناه قبل ذلك. طيب، التعذر. التعذر وانت مغمض، اي اسم ينتهي بألف او اي فعل ينتهي بألف فتعذر. زي ايه؟ مصطفى، وزي يسعى. بس وانت مغمض، عندي مصطفى وعندي يسعى، وانت من غير بقى ما نسمي وده اسمه كذا وده اسمه كذا، اي اسم ينتهي بالف بس الالف دي من اصل الكلمه، تكون من اصل الكلمه مش الف زائده. خلاص؟ اي اسم ينتهي بالف فهو الحركه مقدره للتعذر. اي فعل ينتهي بالف او معتل الاخر بالالف ايضا الحركه مقدره في التعذر. بس خلص الموضوع. ونقدر فيه الحركات جميعا، ونقدر فيه الايه؟ الحركات جميعا. فعندي ضمة، فتحة، كسر، ماشي. الاسم الذي ينتهي بألف يسمى الاسم الايه؟ المقصور. الاسم المقصور. والفعل يسمى معتل الآخر بالألف. في هذين الموضعين تقدر الحركات للتعذر.
فعندما أقول مثلا هنا، مثلا يا موسى يا موسى في القرآن، أقبل ولا تخف. فين الحركة بتاعت موسى؟ وكان أصلها أن تكون إيه؟ مبنية على الضم، كان أقول يا محمد يا أحمد، جيد؟ خلاص؟ فهو مبني على الضم، لكن هنا الحركة لم تظهر. ليه؟ للتعب. لأن ده اسمه اسم إيه؟ اسم منقوص. اسم منقوص. طب انا عايز بقى يعني اريد منكم ان تتحفون بامثله من القران على الاسم المنقوص، يعني الاسم الذي ينتهي بالالف. فيلا يا شباب ساعدونا اصحاب القران. لو قلت عندنا طبعا عيسى، مثلا عيسى، جيد؟ طيب لو قلت مثلا ضربت ليلى سلمى، هو التسمية فقط، التسمية يا أستاذ شيماء، التسمية. في الاسم هنسميه اسم مقصور، لكن ما فيش فعل اسمه فعل مقصور. مثلا هدى للمتقين، يا يحيى خذ الكتاب. فالاختلاف في التسمية فقط، لكن الحال ان هما الاثنين الحركة تقدر عليهما للتعفف. ضربت ليلى سلمى. السؤال الأول، من التي ضربت من؟ من التي ضربت من؟ مثلا ضيزة، نعم. طبعا هنا لابد أن نحافظ على الرتبة، لانه في الكلام العادي احنا طبعا دي حاجه مقدمه كده سريعه، تمام، بس مش هناخدها الان يعني، بس هي انا حاجه كده ايه ظريفه. المفروض ان احنا نقول ايه، مثلا ضربت فاطمه مثلا، مثلا ايه، اي حد، عايزين اي اسم، اي اسم، اي اسم، مثلا شيماء ضربت فاطمة شيماء. من التي ضربت من هنا؟ من التي ضربت من؟ لأن فاطمة شيماء عليها الضمة، فهي الفاعل وفاطمة هي المفعول به. خلاص؟ لا، المضروبة هي فاطمة، لأنه قلنا فاطمة، فما فاطمة هنا إيه؟ مفعول به. فقدمنا، حصل هنا تقديم وتأخير، حصل تقديم وتأخير جائز، لأنه هنا ما فيش لبس. أنا الحركة أظهرت لي من الذي ضرب من. خلاص؟ دي حاجة مش بناخدها الآن، ده بس يعني إيه، عايزكم تكونوا نحويين ظرفاء يعني، تمام. طيب لما نقول ضربت ليلى سلمى، هنا الحركة مش ظاهرة، فأنا ما أعرفش مين اللي ضرب مين لفظيا، يعني اللفظ هنا لم يوضح لي من الفاعل ومن المفعول به. ليه؟ لأن الحركات غير ظاهرة مقدرة، فبالتالي ما أعرفش لفظيا. ولذلك هنا قال النحات ينبغي الحفاظ على الرتبة. يعني إيه؟ يعني الفاعل بيأتي أولا ثم المفعول به، فيكون الفاعل هو رقم واحد، المفعول به رقم اثنين. طيب لو قلت ضربت سلمى ليلى، مين اللي ضرب سلمى؟ ضربت ليلى سلمى، مين اللي ضرب ليلى؟ واضحة دي؟ خلونا بقى يعني هناخدها تاني طبعا في المبتدأ والخبر والتقديم والتأخير بينهما، وهناخد كده يعني النحو من ألذ وأطيب وأجمل العلوم. من أحبه يعني أحبه النحو، ومن أحبه النحو يعني فعيشه طيب بإذن الله تعالى، تمام. فما نسأل الله أن نكون يعني سببا في حبكم للنحو وحب النحو لكم. يبقى لما قلنا ضربت ليلى سلمى، ليلى كان حقها أن تكون معها ضمة، وسلمى أن تكون معها فتحة، ولكن لم تظهر الحركات. لماذا؟ بسبب أنه اسم إيه؟ اسم مقصور ينتهي بألف أصلية لازمة، يبقى ده اسمه إيه؟ للتعذر. حركة مقدرة للتعذر. ليه؟ لأنه اسم مقصور ينتهي بألف أصلية من أصل الكلمة، يبقى ده اسمه التعذر يا شباب. أي كلمة تنتهي بألف
أصلية في الكلمة أي اسم، يبقى اسمه إيه؟ اسم مقصور، والحركة تقدر عليه، الضمة والفتحة والكسر. جيد؟ مثلا ذهبت إلى عيسى، مش عيسى دي كان حقها الكسرة لأن قبلها حرف جر؟ نعم كان حقها الكسرة. طب هل ممكن نقول ذهبت إلى عيسى ونحاول نأتي بكسرة؟ لا يمكن، فلذلك هنا نقول عيسى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها. لما تاخد كده الإعراب، عايز بقى تعرف إعراب كده كامل، إعراب واحد نحوي درس كده النحو مع حد اسمه صفوت يعني، فاعرف بقى إعراب كده كامل وظريف، فتقول إيه؟ إنه عيسى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة للتعذر، أو المقدرة منع من ظهورها التعذر، أو مباشرة المقدرة للتعذر. بس يبقى أنت كده فاهم وعارف ماذا تقول. واضح يا كرام؟ فهمنا كده، فهمنا التعذر المفروض إن إحنا طبعا بقى ومع الفعل كذلك. جيد؟ ومع الفعل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وفي موضع آخر وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. في الآيتين جاء الفعل يسعى وكان حقه إيه؟ أن يكون مضموما لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، فهنا نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر لمن ارتضى. مثلا أيوة، ما احنا قلنا عيسى ممنوع، ممنوع من الصرف، ما هو ممنوع من الصرف ده ما فيش مشكلة معانا، هندرسه بعد كده خلاص، هناخد الكلام ده بعد ذلك لأنه عالم أعجمي، هناخده بعد كده فيما بعد في مواطن الايه الممنوع من الصرف، لكن هنا ما لناش دعوة بالقصة دي. المهم ان الحركة مقدرة على التعذر، تمام؟ هناخد ده في باب الممنوع من الصرف إن شاء الله. طيب، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أق وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. تمام؟ مين يا شباب يقول لي الفرق بين الآيتين الكريمتين، الفرق بين الآيتين الكريمتين؟ طبعا هنا أوضح، أخونا نبهنا لشيء، أنا ركزت فقط على الإعراب، لكن هنا عيسى طبعا علامة جره الفتحة، معذرة هذا يعني سهو لأنه عيسى ممنوع من الصرف. خلاص، على كل حال الحركة قدرت، تمام، هناخد ده طبعا في الممنوع من الصرف إن شاء الله. يبقى عيسى اسم مجرور وعلامة جره الفتحة المقدرة للتعذر لأن عيسى ممنوع من الصرف، فيعني هذا سهو وقعت فيه وأستغفر الله منه. طيب، أستاذ أمين، هي سلمى مذكر؟ يعني سلمى مش مذكر، خلينا ناخد ده عشان ما نتطرقش لإيه؟ لأمور كثيرة، خلينا ناخد ده إن شاء الله فيما بعد بإذن الله، تمام؟ ناخد ده فيما بعد إن شاء الله. طيب، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، طبعًا يسعى هنا إيه؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. الضمة المقدرة للإيه؟ للتعذر. واضح يا شباب؟ طيب، لفتة كده سريعة مش هتاخد مننا إن شاء الله دقيقتين.
إن شاء الله. إيه الفرق بين قول ربنا تبارك وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى؟ تمام؟ طيب، الأصل في القرآن أن التقديم له أغراض كثيرة، من بينها الاهتمام بالمتقدم. الاهتمام بالمتقدم. ففي الآية الأولى لو أنت شفت سياق الحال، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جيد؟ هنا كان التركيز على أنه جاء من أقصى، يعني جاء من آخر المدينة، فالتركيز أنه هذا الرجل من أين أتى؟ جاء من مسافة طويلة، فكان التركيز على الإيه؟ كان التركيز هنا على المسافة التي قطعها، تمام؟ فهنا لا، العناية بالمسافة، هنا العناية المقصود في الأصل العناية بالمسافة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال إيه؟ قال إيه؟ قال يا قوم اتبعوا المرسلين، صح كده؟ طيب، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم، فهو التركيز على إنه جاء من أقصى المدينة من مسافة طويلة يسعى لينصح قومه بالإيمان بالله عز وجل. أما هنا وجاء رجل، فكان التركيز على إنه رجل. ليه؟ لأنه في بسبب الحادثة التي حدثت مع سيدنا موسى عليه السلام لما قتل الرجل، جيد، وتربص به قومه ليقتلوه، جيد، فكانت المدينة كلها خايفة، خايفين يروحوا ينصحوا مين أو يمشوا مع سيدنا موسى فيصيبهم ما إيه؟ ما سيصيب موسى عليه السلام. فكان التركيز على إنه اللي عمل الحركة دي كان إيه؟ كان رجلا، مش أي حد. فجاء إيه؟ رجل. كان الاهتمام هنا الأكثر بصفة الرجولة، لأنه جاء في ظل الخوف الذي يعم المدينة، والناس يترقبون ما سيحصل، ما سيحصل لسيدنا موسى عليه السلام، ولكن هذا الذي جاء كان رجلا، لم يخف ولم يتراجع، بل بادر وجاء. وجاء رجل منين؟ من أقصى المدينة يسعى. طيب، خلونا نعود لما نشرحه. يبقى كده يا شباب عرفنا الإيه؟ عرفنا التعذر، وقلنا التعذر يكون مع الاسم المنقوص ومع الفعل المضارع المعتل الآخر بالإيه؟ بالألف. واضح يا شباب؟ طيب، ندخل في السبب الثاني وهو الإيه؟ الثقة. الثقل، إحنا طبعا هنا في التعذر عندنا إيه؟ ضمة وفتحة وكسر. التعذر يحصل مع الضمة والفتحة والكسر، أما مع الثقل فأنا عندي ضمة فتحة كسر. الثقل يحصل مع الضمة ومع الكسرة، لكن الفتحة تظهر. الفتحة إيه؟ تظهر. فتحة، خلينا نعمل كده. طيب، يعني الضمة لن تظهر، ستكون مقدرة، والكسرة لن تظهر، ستكون مقدرة، ولكن الفتحة ستكون ظاهرة. طب ناخد أمثلة، ناخد أمثلة، تمام؟ الثقل ده بيكون فين أصلاً؟ بيكون في أي اسم ينتهي بياء أو أي فعل ينتهي بياء، بس الياء تكون من أصل الكلمة. الياء تكون، ركز، الياء تكون من أصل الإيه؟ الكلمة. كأن أقول جاء القاضي، ها، مررت بالقاضي، سلمت على القاضي، جيد، مررت بالقاضي، جاء القاضي، مررت بالقاضي، سلمت على القاضي، تمام؟ لا، مش عايزين سلمت على القاضي دي، نقول رأيت القاضي. في الآية الأولى كان حق الكلمات أن تكون مضمومة بالضم هكذا، فقل جاء القاضي، ولكن حصل الثقل في الكلام، حصل ثقل في الكلام،
فأصبحت الضمة إيه؟ مقدرة. طيب، مررت بالقاضي أيضا كان حق الكلمة كسرة ولكنها لم تظهر فهي إيه؟ مقدرة. ولكن كده جربوا أن ننطق الفتحة فنقول رأيت القاضية، هل هنا في مشكلة؟ هل هنا في مشكلة؟ ما فيش، رأيت القاضية لا مشكلة أبدا، فالحركة إيه؟ الفتحة تظهر. إذا الثقل يكون مع الضمة ومع الإيه؟ ومع الكسر. تمام؟ ده مع الاسم. يبقى الاسم الذي ينتهي بالياء ده بنسميه إيه؟ الاسم المنقوص. الاسم الايه؟ المنقوص. الاسم المنقوص. ليه سموه بالاسم المنقوص؟ لأننا نحذف منه حرفا عندما يكون نكرة. إزاي؟ فأنا أقول جاء القاضي بإثبات الايه؟ بإثبات الياء. لكن لو حذفت الألف سأقول ايه؟ جاء قاض، فحذفنا الياء عندما كانت الكلمة نكرة، جاء قاض، فهذا ولهذا يسمونه ايه؟ اسم منقوص، لأنه ينتهي بياء أصلية لازمة، فعندما تكون الكلمة منكرة نحذف منه الياء فيكون ايه؟ الكلام جاء قاض، أو نقول الاسم ينقسم إلى الفعل ينقسم إلى ماض، مش ماضي، ما تكتبش ماضي، لا ماض، لكن لو حطيت الالف واللام ستقول الماضي. تمام؟ لماذا نون بالكسر؟ لان الحرف المحذوف كسره. الحرف المحذوف الذي حذفناه هنا كسره، فوضع ياء اقصد، فناسب ان نضع كسره بدلا من الياء المحذوف. ناسب أن نضع كسرة بدلا من الياء الإيه؟ المحذوف. خلاص شباب، يبقى الثقل في الاسم الذي ينتهي بالياء الأصلية اللازمة. جيد، فأقول جاء القاضي، مررت بالقاضي، لكن الفتحة إذا كان منصوبا تظهر فنقول رأيت القاضي. طيب مع الفعل، إذا كان الفعل ينتهي بياء أو واو، تمام؟ إذا كان ينتهي بياء أو واو تكون الحركة مقدرة للثقل مع الإيه؟ الضمة ومع الكسرة، ولكن الفتحة إيه؟ ولكن الفتحة تظهر. ولكن الفتحة تظهر. طيب خلونا نأخذ أمثلة. مثلا سنقول إيه؟ الولد يجري. الولد يجري. ركزوا معايا يا شباب، مركزين ولا مش مركزين؟ أحسنت يا أستاذة ناهد، نعم نعم أحسنت، عايزكم تركزوا الله يرضى عنكم. فاكرين لما قلنا أن الاسم يكون مضموما أو مفتوحا أو مجزوما ولا يكون إيه؟ مكسورا أبدا. فالكسر ده أو الجر خاص بالإيه؟ بالأسماء يا شباب. تمام؟ فالفعل إما أن يكون عليه ضمة أو فتحة. السكون ده هيكون مختلف، هنحذف أصلا الحرف من أساسه. تمام؟ فتقدر الإيه؟ تقدر الضمة فقط على الفعل للثقل. الفعل اللي بينتهي بالإيه؟ بالياء أو الواو. سنقول مثلا المسلم يدعو إلى الخير. فيجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. أما يدعو ففعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر أيضا. ليه؟ تعذر إيه؟ معلش سامحوني. للثقة. ركزوا يا شباب، الثقة. أستاذة ناهد ما شاء الله اللهم بارك، مركزة، ربنا يبارك فيك يا رب. الثقة. تمام؟ ممتاز يا شباب. يبقى هنا يدعو ويجري التقدير للايه؟
للثقل، التقدير للثقل. ليه؟ لانه فعل مضارع ينتهي بياء او واو، معتل الاخر بالياء او الواو. طب الفتحه هتظهر؟ نعم ستظهر. كان اقول مثلا الولد لن يجريا، ظهرت بدون اي مشكله. المسلم لن يدعو الى الشر، يدعو الفتحه ظهرت هنا، لكن الضمه فقط هي التي تقدر للثقل في الفعل المعتل الاخر بالياء او الواو. خلاص. طيب والفعل المعتل الاخر بالالف ماذا يحصل فيه؟ ماذا نقدر عليه؟ ماذا نقدر عليه؟ سنقدر عليه الفتحة والإيه؟ سنقدر عليه الفتحة والضمة كذلك. فعندما قلنا محمد يسعى، علي لن مثلا يقوى، أحمد يجري، محمد يدعو، لحظة شيل النقطتين هنا، سنقول أحمد لن يجري مثلا، فاطمة تغدو، مثلا فاطمة لن تشكو. طيب سؤال يا شباب وخذوا وقتكم، السؤال هو ايه؟ هنا كم فعل سنقدر عليه الحركة؟ وكم فعل ستظهر عليه الحركة؟ احنا عندنا كم فعل هنا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. كم فعل سنقدر على، أجيبوا عن هذا السؤال فقط، كم فعلا ستقدر عليه الحركة؟ يلا. كم فعلا ستقدر عليه الحركة في هذه الأفعال الستة؟ ناس قالت ثلاثة، ناس تقول أربعة، ثلاثة، أربعة، أربعة. يلا شاركوا يا شباب، كم فعلا من هذه الأفعال سنقدر عليه الحركة؟ في ناس تقول ثلاثة ثاني. كلها إلا الأخيرين، خمسة، ثلاثة. طيب ثلاثة، أربعة، أربعة، ماشي خلاص، شكرا جزيلا. من قال ثلاثة أو خمسة يقف. من قال ثلاثة أو خمسة من فضلكم قف، قف أو قفي عموما يعني. وقفتم أم لا؟ يعني طاعة المعلم واجبة. تمام، قفوا يا شباب. من قال اثنين، من قال واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة يقف. وقفتم؟ إذن فاجلسوا مرة أخرى، هذا عقاب يعني خفيف. تمام؟ طيب طبعا عندنا هنا محمد يسعى، هنا سنقدر، نقدر للإيه؟ التعذر، لأنه فعل مضارع يعني معتل الآخر بالألف. طيب لن يقوى أيضا التعذر، وفي حالة الفتحة حتى، الفتحة لن تظهر، الضمة لن تظهر. خلاص. أحمد يجري، أحمد يجري هنا أيضا إيه؟ الثقل، لأنه معتل الآخر بالياء. طيب أحمد لن يجري ستظهر. تمام. طيب فاطمة تغدو، ها للثقل كذلك ستقدر، أما فاطمة لن تشكو ستظهر. يبقى عندنا كم فعل؟ أربعة. تمام، ممتاز يا شباب، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. يبقى فهمنا يا شباب التعذر والثقل. ربما لن تفهموا الأمر بشكل كامل، لكن تحتاجون إلى التطبيق وسماع المحاضرة ربما أو قراءة الملف المكتوب. طيب، آخر سبب من أسباب التقدير وهو المناسبة، وهو اتصال يا المتكلم بالكلمة. تمام، طبعا نقول بالاسم، بالاسم. تمام، لا فاطمة لن تشكو يا شباب، ظاهرة مش مقدرة، ظاهرة. قلنا لن تشكو، فاطمة لن تشكو، قلنا مع الياء ومع الواو الفتحة تظهر، الضمة تقدر. أما مع الألف الضمة والفتحة تقدر للتعذر بس. تمام، طيب، فعندما تتصل الياء بالاسم تقدر الحرف. زي ايه؟ هذا قلمي. هذا قلمي. تمام؟ أين الحركة يا شباب؟ أين الحركة؟ الحركة مقدرة للإيه؟ للمناسبة، مع الميم هنا. قال الله عز وجل في القرآن: إن الله ربي وربكم. ربي وربكم. تمام؟ لو تلاحظوا هنا إنه أصل كلمة رب دي هي رب، رب، فمعها حركات ظاهرة، يعني الكلمة نفسها الحركات لا تقدر عليها، لأنه ما فيش سبب من أسباب تقدير لا ثقل ولا تعذر، يعني لا ينتهي بألف ولا ينتهي بياء، خلاص. ولكن هنا اتصلت كلمة رب بالياء، اتصلت كلمة رب بالإيه؟ بالياء، فأصبحت الحركة مقدرة للإيه؟ للمناسبة، بس بشرط ان تكون الياء دي ايه؟ الياء زائدة على الكلمة، مش من اصل الكلمة، لان لو كانت الياء من اصل الكلمة هيكون ايه الحال؟ لو كانت الياء من اصل الكلمة، هيكون الثقل. زي ما اقول مثلا القاضي، في ايه الفرق بين القاضي وكتابي؟ أن الياء هنا، الياء هنا من أصل الكلمة فنسميها أصلية، أما الياء فهنا زائدة لأن أصل الكلمة هو كتاب، صح كده؟ كتاب. فهنا الحركة ستكون مقدرة، حركة الضم فقط ستكون مقدرة للإيه؟ تقول الضمة مقدرة للثقل. أما هنا الضمة والفتح مقدرتان ليه؟ للمناسبة، للمناسبة. كده واضح يا شباب؟ واضح ولا مش واضح؟ وطبعا الكسرة، معذرة، الكسرة أيضا، الضمة والكسرة، الكسرة، وهنا الكسرة. نعم، إذا قلنا قرأت بكتابي، تمام، الكسرة والضمة والفتح، لكن فقط مع القاضي الفتحة تظهر، الفتحة تظهر. تمام؟
أما هنا فالضمة والفتحة والكسرة تقدر كذلك. تمام؟ طيب يا شباب، في أي استفسار، في شيء غير واضح؟ ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. كله تمام؟ فين؟ قلنا مقدرة فين؟ حدد بالضبط، قلنا مقدرة فين بالضبط؟ أين؟ أيوة، لأنه طبعا هنا حضرتك بتسأل إيه؟ لما أقول بكتابي، تمام؟ بكتابي، حضرتك تقول إن فيه هنا أصلا فتح كسرة، جيد؟ فيه كسرة، صح كده؟ طيب، وكذلك لما نقول، لا هنا يعني الإشكال هنا هيكون مع كلمة كتابي فقط، فحضرتك تقول إن في كسرة مع الباء، صح كده؟ فهنا يلتبس الأمر إنه ما هو في كسرة، والاسم أصلا الكلمة أصلا مجرورة، هذه الكسرة المفروض هنا في كم كسرة؟ في كسرتان، كسرة الجر وكسرة حرف المد، في كسرة الجر وكسرة إيه؟ حركة المد، تمام؟ فالمثبتة والظاهرة هي كسرة حركة المد وليست كسرة الإيه؟ كسرة الإعراب، فأيضا نقول إنها إيه؟ إنها مقدرة للمناسبة، تمام؟ أحسن الله إليك. طيب يا شباب، في أي استفسار متعلق بما شرحناه؟ لو أنت بقى مش فاهم بنسبة 100% بقى تحتاج بس إنك تقرأ ملف تاني أو تشاهد المحاضرة أو تسألنا، يعني ما فيش مشكلة إن شاء الله، في خدمتكم دائما. في طبعا عندكم في تعليقات الموقع تحت كل محاضرة تستطيعون السؤال، وطبعا في ناس كثيرة بتسأل ما شاء الله، أو على التليجرام أو في أي مكان يعني. طيب، نعود للكتاب. قال المؤلف رحمه الله وهو الإمام الحطاب في تعريف الإعراب، طبعا احنا خدنا المرة الماضية وهذه المرة في الكلام على الإعراب وتعريف الإعراب. قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تمام؟ طيب، قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وإيه؟ وجزم. يبقى دي أقسام الإعراب، أقسام الإعراب. هناخد سريعا كده أقسام الإعراب، بقي لنا ربع ساعة ناخد فيها أقسام الإيه؟ الإعراب بإذن ربنا تبارك وتعالى. هنا نقول إيه؟ أقسام الإعراب. الإعراب كم قسما؟ عندنا أربعة أقسام للإعراب. الرفع، النصب، الجر، والجزم. دي أقسام، انتبه لأن في عدة ألفاظ كده هنستخدم. دي اسمها الإيه؟ الحالة الإعرابية، أو قسم، أو قسم الإعراب، اسمها الحالة الإعرابية، حالة الرفع والنصب والجر والجزم. يبقى دي اسمها أقسام الإعراب، أو نسميها الحالة الإعرابية. يبقى الحالة الإعرابية إما أن تكون رفع أو نصب أو جر أو جزم. خلاص؟ طيب، في فرق بين الحالة الإعرابية والعلامة الإعرابية، ركز، في فرق بين الحالة الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم والعلامة الإعرابية. العلامة دي تختلف، هناخدها إن شاء الله. خلاص، يبقى عندي الرفع، والرفع ده كأنه أقول مثلا: جاء محمد. محمد هنا مرفوعة، ليه؟ لأنها فاعل، والفاعل يكون إيه؟ مرفوعا. فجاءت العلامة لتدل على أن الكلمة مرفوعة، فدي علامة الرفع. يبقى هنا الرفع جاء في كلمة محمد، وأيضا نقول: يعبد المؤمن ربه
مخلصة. رزقنا الله وإياكم الإخلاص قولا وعملا، اللهم آمين. يعبد المؤمن ربه مخلص، فعندنا يعبد أيضا جاء مرفوعا، يبقى الرفع ده يا شباب يكون موجودا في الاسم وفي الايه؟ الفعل. في الاسم وفي ايه؟ وفي الفعل. الاسم يكون مرفوعا، الفعل يكون مرفوعا. ممكن واحد يسألني طب امتى اعرف الكلمة مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ ما احنا سندرس هذا، النحو كله قائم على بيان مواطن الرفع والنصب والجر والجزم. فدي بس احنا حتى الآن لسه اعتبر في مقدمات. خلاص؟ فالرفع يكون في الاسم وفي الفعل، في الاسم وفي ايه؟ وفي الفعل. طيب الاسم الذي فيه الذي في حالة الرفع او الفعل الذي في حالة الرفع ماذا سنسميه؟ سنسميه ايه يا شباب؟ سنسميه نقول مرفوع. نقول ايه؟ مرفوع. فسنقول اسم مرفوع او فعل مرفوع. طيب النصب، كأن أقول أعبد الله وحده، الله وقع في لفظ الجلالة تبارك وتعالى في موضع نصب، فالكلمة هنا إيه؟ منصوبة. كذلك نقول لن أعبد غير الله، لن أعبد غير الله. فأيضا الكلمة هنا أعبد جاءت في حالة إعرابية وهي النصب. إذن النصب أيضا يكون في الاسم وفي إيه؟ الفعل. طيب الاسم والفعل إذا كانا في موضع نصب ماذا سنسميهما؟ سنسميهما إيه؟ منصوب. فنقول اسم منصوب وفعل منصوب. واضح؟ واضح. طيب ممتاز. الجر، الجر كان أقول مثلا مررت بقوم صالحين. كلمة بقوم جاءت مجرورة، تمام؟ طيب بحرف الجر الباء، صح كده؟ فممكن أيضا نقول محمد بقوم ليكتب الدرس، صح كده؟ فوقعت أيضا، وقع الفعل إيه؟ مجرورا. يبقى الاسم يكون مجرورا والفعل أيضا يكون مجرورا، صح كده؟ ده طبعا إيه؟ في لغة الشارع وعلى القهاوي، تمام؟ وفي النادي بنقول ده محمد بيكتب، بيكتب، فندخل الباء على حرف. طبعا المصريين يعني نفعل العجائب في اللغة، تمام؟ ندخل حرف الجر على الفعل والدنيا زي الفل. فده طبعا ايه؟ خطأ. ده طبعا خطأ، هي دارجة لكنها ليست فصحى. يبقى الجر فقط يا شباب يكون مع لس، الفعل لا يكون مجرورا. يبقى الجر ده خاص بايه؟ فاكرين لما احنا قلنا انه الجر من علامات الاسم؟ ليه؟ لان الجر ده خاص بالاسم فقط، فالاسم لا يكون، الاسم لا يكون، الفعل لا يكون مجرورا، الفعل لا يكون ايه؟ مجرورا. فنقول هنا، فنقول هنا طبعا بيكتبي ده غلط، يعني انا بس ايه حبيت اثير انتباهكم. هنا الجر يكون خاصا بالاسم، الاسم فقط، تمام؟ ونقول ايه؟ اسم اسم مجرور، اسم مجرور، تمام؟ طيب اما الجزم فايضا يكون خاصا بالايه؟ الفعل فقط، الفعل فقط.
فالفعل لا يكون مجرورا والاسم لا يكون مجزوما، ونقول هنا ايه؟ اسم مجزوم. جيد. كان اقول مثلا لم، مثلا لم نحضر درس الاثنين، يعني يوم الاثنين الماضي، فنقول لم نحضر، لكن لا يوجد اسم مجزوم ابدا، فالفعل ايه؟ يكون مجزوما وليس فيه جر، والاسم يكون مجرورا وليس فيه جزم. تمام. يبقى هذه يا شباب اقسام الاعراب: الرفع، النصب، الجر والجزم. طيب متى تكون حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر وحالة الجزم؟ هذا ما سندرسه بإذن الله تعالى في الوظائف النحوية: المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعول به والحال والتمييز والمفعول معه والمفعول لأجله والمفعول به، تمام، والمفعول معه. سندرس كل هذه المواضع فنعرف متى تكون الكلمة في حالة رفع أو نصب أو جر أو إيه أو جزم. كذلك لحالة الرفع يوجد لها علامات إعرابية، والنصب أيضا له علامات إعرابية، والجر والجزم كذلك. فهذا ما سنشرع فيه. فين اسم؟ معذرة، لا فعل، معلش فعل، معلش يا شباب، أنا يعني سامحوني، لأن أنا يومي بيكون يعني مضغوط جدا، فسامحوني لو أنا أقع في بعض الإيه الأخطاء البسيطة، فركزوا معايا. يعني فعل مجزوم، تمام، أحسن الله إليكم. طيب شكرا إن أنتم بتنبهوا، يعني جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. سنبدأ من المرة القادمة إن شاء الله نكمل الإيه، بس هو هنا بدأ طبعا في البناء، ناخذ البناء وبعدين ندخل في العلامات الإعرابية. قال الإمام الطحان: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يقول: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وتوقفنا هنا عند هذا الباب، وفي المرة القادمة سنبدأ في أو نشرح في دراسة البناء بإذن الله تعالى. البناء لزوم أواخر الكلم حركة أو سكونا بإذن الله تعالى. يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يحفظكم وأن يكرمكم. اللهم آمين يا رب العالمين، وإن شاء الله نلقاكم في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.